السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في القناة ديالي، وبغيت نقول لكم بركع واشركم، والله يدخلها عليكم يا ربي بالصحة وباش ما كتمناو. وكذلك نشكركم بزاف على التعاليق الزوينين ديالكم وعلى أنكم شاركتوا في القناة ديالي. إذا مرحبا بكم في الدار الصغيرة ديالتنا اللي إن شاء الله غتكبر بكم وبتعاليقكم زوينة. إذا اليوم إن شاء الله كيف ما كتشوفوا جيت لكم وجيت نشارك معكم البغرير اللي كنديرو أنا بطريقتي، حط الطريقة اللي تقليدية وبحط المقادير اللي هي مضبوطة وبالوقت وكل شيء. إذا كنتمنى منكم تابعوا الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا المقادير وطريقة التحضير، وراه كيف تشوفوا راه بغرير فعلا يستحق انكم تديروا. اذا بقاو مع المقادير. اذا كيف ما كتشوفوا خديت واحد القصرية، خديت تقريبا بالنسبة خديت السميد الرقيق وخديت الفورس وعبات بهذا الكاس ديال العنب. اذا بالنسبة للسميد خديت جوج كيسان تقريبا، وبالنسبة للفورس خديت ثلاثة ديال الكيسان كلهم عبرتهم بنفس الكاس، حد الساشي ديال الخميرة. وكذلك كيف ما كتشوفوا تما حط طريف ديال الخميرة ونص ملعقة ديال الملح. اذا وعندنا هنايا الماء دفيته شي شويه. اذا البنات انا اختاريت ندير هاد الطريقه علاش؟ حيت كتعجبني والطريقه اللي زوينه وكتخدم فيها البغرير مزيان. وممكن اللي ما بغاش هاد الطريقه نفس المقادير وانما يستعملهم في الخلاط الكهربائي غيخرجوا معاه بنفس الطريقه. اذا كنبقاو نضيفوا الماء بشويه بشويه ونحاولوا نخلطوا المكونات كاملين. والسر ديال هاد البغرير كيتكمل في ان الطريقه ديال الدلك ديالو. اذا كيبغي يدلك 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 مزيان حتى السميد ما يبقاش يعني تذوب داك السميد. اذا كنبقاو نضيفوا الماء غير بشويه وحنا كندلكوا، كل ما نضيفوا شويه ندلكوا، كل ما نضيفوا شويه ندلكوا حتى في الاخر كنحصلوا على الخليط الاخراني اللي غنوريكم معايا في هذا الفيديو. تنها الطريقة بصراحة خديتها من عند الأم ديالي. الأم ديالي هي اللي كديرها وكتعجبني وكنقول كنديرها، ومني كترشق ليا كنحاول ندير الخلاط الكهربائي. ولكن اليوم حبيت نشارك معكم هالطريقة، واخا هي بصراحة فيها شوية تمرة ولكن إنما كيجي بغرير زوين مقارنة مع ديال الخلاط الكهربائي. لاحظت الفرق أنايا، كنتمنى منكم تجربوه وغتستنجوا الفرق لروسكم، ولكن خدموه خدموه مزيان. كما كتلاحظوا كل مره كنضيف شويه الماء وخاصك تدلك ودلكوا مزيان. يعني لاحظتوا كنحاول انني كل مره كنبقى ندلك نستمر بالدلك. إذا غنبقى نستمروا نفس الطريقة، كنضيفوا شوية الماء كندلكوا، نضيفوا شوية الماء كندلكوا حتى كيجري لنا الخليط ديالنا كامل. إذا فضلنا شوية عاوتاني الماء صنع عاوتاني. والبنات الطريقة ديال الخدمة ديالو كيف ما كتشوفوا كنحاولوا نسرحوا إيدينا بهذه الطريقة كيف وريتكم باش يلاه يخدم معاكم. هاد الطريقة البنات انكم تخدموها تكون منبسطة. هاد الطريقة كيف قلت لكم بحال هكاك خاصية تخدم حتى كيجر بحال كتحك داك السميدة مع بعضها وكتدوب لينا. الى ما دابش لينا السميدة ما غيخرجش لكم تقب البغرير. اذا السر انه خاصها تذوب داك السميده. اذا غنستمروا بنفس الطريقه حتى غادي يجري لنا الخليط ديالنا، وغنحاولوا اننا نوضعوه في شي اناء
ونغطيه بحد الكيس بلاستيكي عفوا، او لا ممكن انكم ديروه في الكوكوط وتصدوا عليه. والوقت تقريبا اللي خدا ليا انا باش يتخمر معايا هو واحد 20 دقيقه تقريبا اللي خدا ليا. اذا كيف ما كتشوفوا بقينا كنحاولوا نضيفه في الماء وندلكوا فيه حتى حصلنا على هاد الجراوه ديالته كيف كيقولوا. ومن بعد ان شاء الله غنتلاقاو مع الشكل النهائي ديال البغرير ديالنا بعد ما خلينا يختمر كيف قلت لكم 20 دقيقه وغطيناه في حد كليس بلاستيكي. اذا هنا راني درته وغنغطيه، مني يختمر نتلاقاو ان شاء الله مع الطريقه ديال الطهي ديالو. اذا خديت المقلات هنايا، انا ما درتش المقلات ديال الطيفال، درت هذه حتى هي كيستق ليا فيها. اذا كناخذ واحد الكميه وكنوضعوها كيف ما كتشوفوا فوق المقلات وكنسرحوها وكنشكلوا دائره وكنخليوها حتى كتثقب لينا كامله وما يبقاش دقيق في البغريره ديالتنا، وكنزولوها من المقله وكنستمروا بنفس الكميه حتى في الاخر غنحصلوا على الشكل النهائي. اذا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال البغرير ديالنا، كيف ما كتشوفوا جا زوين ورائع وجا خفيف ومثقب كيف ما كتشوفوا فيه، راه باقي سخون. اذا بصراحه كنتمنى منكم تجربوه حيت فعلا كيستحق انكم تجربوه، جا زوين 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 كيف ما كتشوفوا، راه باقي سخون رائع كان ومع واحد البراد ديالها كيف كيقولوا كيجي زوين وغزال. اذا انا كيعجبني ندهنو بشويه ديال الزيت وشويه ديال العسل. اذا غنوريكم الطبق عليه انني هذا هو الطبق ديالنا ومدهون بشويه ديال الزيت وشويه ديال العسل ومع براد ديال اتاي كيجي هو هذاك فاعل تارك. اذا البنات بصحتكم وكنشكركم على حسن المتابعه وكنعاود لكم مره اخرى عواشركم مبروكه، الله يدخل عليكم باش ما كتمناو، ومرحبا بكم في القناه ديالي. وحد هنا غنقول لكم تهلاو ليا في ريوسكم، ولا عجبكم لا فيديو بارطاجيو مع لي زامي ديالكم، وما تنساوش تضغطوا على تفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. وغنقول لكم في امان الله مع فيديو اخر ان شاء الله. كنبغيكم.